سلم الديات يا ابو حسام. اهلين وسهلين ابو احمد، معوضين. وين يا معوضين؟ سلام لله ابو ربيع. اهلين وسهلين ابو حسام، صدقني ما انتبهت لك، كنت شارد. كيفك اليوم؟ كيف الشغل معك؟ الشغل رح يصير على العال اذا دفعت لي حسابك على دوز بارا، ورح يصير الشغل اكل هوا اذا جنابك طنشتني ودرت لي ظهرك وعملت حالك مو شايفني. والله معك حق ابو حسام، وانا ما بلومك ابدا، بس صدقني الحاله تعبانه شوي، والراتب ما عم يكفيني لنص الشهر. يعني شو بساوي انا بهالحاله بقى؟ يعني فكري اذا انت هلا لا تعمل لي فكري ومكري، هي صبرت عليك شهرين واخرتها معك. طيب كمل معروفك ابو حسام واصبر علي اسبوع زمان، لانه قسما بالله ما معي سدد لك حسابك بالوقت الحالي. عم اقول لك قسما بالله يا رجل ما معي، يعني لو معي كنت عطيتك. لا حول ولا قوه الا بالله. لك حبيبي اذا راتبك ما عم يكفيك ليش لحتى تاكل لحمه؟ كل شيء تاني. مو بايدي ابو حسام، مو بايدي، والله مو بايدي، بس احيانا عم اضطر اقطع لحمي من عندك مشان ما اخجل واختزي قدام بيت حماي، لانه مثل ما بتعرف انا مضيوف وبيت حماي بيحبوا يتغدوا عندي كتير، لانه بيحبوا طبخ بنتهم، ومو حلوه نطبخ لهم بالزيت، والله مو حلوه، يعني الواحد بيمرق طبخات الزيت مره مرتين بس مو دائما. لك لعيت لي قلبي يا ابو ربيع، شبك بالع راديو. معلش يا ابو حسام طول بالك علي شوي، يعني مو مناسبه وقفتنا قدام العالم ونحن عم نتعاتب. خلص خلص، بوعدك باول الشهر الجاي اني وفيك المبلغ. نحي يعني شو طالع بيدي جاوبك؟ يا سيدي منيح، راح انطرك لاول الشهر. كتر خيرك، فضلت ابو حسام. السلام عليكم. وين ابو ربيع؟ استنى شوي. مو يا حسام، هات عصعوصين من جوا بدون ما تروح على البيت وايديك فاضيه. ايه بس انا يا ابو حسام على حسابي، شبك تلبكي. تفضل، هدول اذا مديتهم فرشه تحت اليبره بيطيروا العقل، بقى كول وتذكرني. اهلين سهلين، ان شاء الله صحه وهنا. شكرا يا حبيبي، يعطيك العافيه. الله معك، مع السلامة يا ابو ربيع. سمر يا سمر. اهلين نسوح، راجع بكير اليوم. اي والله اليوم صرفنا مراقب العمال قال بدهم يعملوا صيانة للآلات. شفت يا نسوح؟ شفت الهواء اللي طلع قبل شوي شو قوي؟ يا لطيف تلطف، الله وكيلك شفنا على الطريق أكثر من 3 شجرات، كل وحدة هالطخن طخنا واعين فوق السيارات، هذا ما عدا الدشات اللي قلبت من فوق الأسطيح. شو قصة الهواء هاد؟ ما له بالعادة يكون قوي هيك؟ لو الدنيا شتاء فيها وما فيها، بس نحن بالصيف وحرائي. على فكرة لازمنا مروحة، اشترينا إياها لأنه رح نفطس من الشوب. تكرمي على عيني وراسي، بتصدقي يا سمر إنه الهوا مطير سقف أرميد بحاله؟ الله وكيلك شفت. على فكرة قبل ما أنسى، بدنا علبة سمنة لأنه مو بقيان عنا ولا معلقة. على عيني وراسي. لا والهوا القوي إذا كان، وبدي سائل للجلي وشامبو لأنه أنا عم بتعذب كتير بالغرب. أستغفر الله العظيم، ولك شو قصتك أنت؟ يعني ما بيحلالك تسمعيني الأخبار إلا وأنا عم بتسمى؟ خلص السكتر، بدنا صابون، طلعت فاتورة التليفون، برادنا انتزع، بدنا محارم، اشترين لمروحة، العمى يعني ما بتكفيني البهدلة اللي سلخني اياها اللحام مشان اللحمة اللي اشتريتها مشان عزايمك؟ هلا كل يوم بدك تسمعني اسطوانة عزيمة بيت اهلي؟ يا رب ينقص لساني مشان بطل اعزم حدا. شو هاد؟ شو اللي وقع؟ اكيد وقع شيء. شو اللي وقع الحين؟ والله ما بعرف. اكيد هذا الضعضع من الهواء اللي طلع وانهار بمحله. منيح اللي ما وقع على راس حدا، كانت مصيبتنا مصيبه. لا حول ولا قوه الا بالله. شوفي شلون كشفنا على العالم، كشفنا على الرايح والجاي. انا كم مره قلت لك هالحيط بده صيانه، ليش ما بترد علي وقت بحكي؟ هو صحيح كان بده صيانه، بس مو لدرجه انه يوقع اذا ما عملنا له هالصيانه. المهم بدك تعمر حيط بداله، ومو تسترخص وتحط حجر خفان، حط حجر متين مشان يروح معنا مواتية. لا حول ولا قوة إلا بالله. ايوه. ايه معلم، شو طلع معنا؟ شو بتكلفنا العملية؟ شوف سيدي، إيش كان بدك حجر ماكن يعني وقوي، بدك تقوي قلبك وتدفع. قديش يعني؟ اللهم صل على النبي. إيش كان إنه؟ يعني حوالي 60,000 ورقة. 60,000؟ شوف سيد راسي، انت عندك المسافة طويلة، 4.5 متر طوله، ارتفاعه 3.25، والحيط سيدي بده تليس وبده دباء، وراح نعمل له صب الشيناج مشان ما يوقع تاني مرة، فشو بتأمره انا حاضر. ولا يهمك، بهاليومين بخبرك ان شاء الله.
شوف سيد راسي، إيش كان بدك تشتغل يعني رد لي خبر بسرعة، شنو أنا عندي ورشة مهاجرين، مشان ما طول عليك ونيلك شغلتك بسرعة، بقى شو تفضلت؟ ماشي الحال ماشي الحال، بخبرك، إن شاء الله بخبرك، شو عم نحكي يا معلم؟ سيد راسي ما تنسى عندي ورشة بالمهاجرين. والله يا خالي بتمنى أساعدك، مو لأنك ابن أختي، بس لأني بحبك من جوات قلبي، ولأنك مرتب وآدمي. الله يديمك يا خال، الله يديمك. بس والله يا خال هالمبلغ ما معي. عندي دينة بكرة بدي ادفعها، أنا ماني عارفان شلون بدي أمن المصاري. أنت يا أبو أيمن هلا أعطيني نص المبلغ، وأنا بأمن النص الثاني من جهة أخرى. ما بحسن أعطيك ولا قرش، أنا بدي مين يعطيني. يعني أبو أيمن أنت هلا ولا قرش، ما في مجال بنوب. رحت عند أخوك بشير؟ نعم يا سيدي رحت. وما أعطاك؟ إيه هاد عظمه مليان ذهب. قال ما معه، بده يدفع قسط الجامعة لابنه. صدقوا نصوح صدقوا. الناس بارع الموس على الحدين هالايام، والقرش صاير عزيز عزيز كتير، ليش ما بعرف. ماشي الحال، خاطر خال ستور ما شفت منه. ما شفنا منك الا كل خير. الله معك خال. اهلين ابو ربيع، الله يعافيك، تفضل. لا والله مستعجل شوي، بدي احكي معك كلمتين ابو محمود. على راسي. باذن الشباب. عن اذنك ابو ربيع. خذ عود محل بس دير بالك بجوز العميل. اهلين وسهلين ابو ربيع. اهلين ابو محمود. ايه سيدي الك ولا للديب؟ خسد ديب امور. بدي منك تديني شي 60,000 ليره لاربعه شهور. اوف 60,000 ليرة من اللي عصرة يطلعوا من بعدي إن شاء الله. عفوا أبو محمود، يلي بعرفه إنه أنت بالوقت الحالي يعني معك قرشين نضاف من الدكان يلي أبوك الله يرحمه. لك أنو دكان هاي؟ يا الله وكيلك، القرشين اللي قبضناه صاروا هباء منسورة. بعدين ما قلت لي ليش بدك 60,000 ليرة؟ حيط الجنينة اللي عصقاه قلبوا الهوا وبدي عمره. الله وكيلك ما معي يا أبو ربيع، ولو كان معي لكنت بديتك عن الكل، من اللي يا حصرة. طيب انت ليش ما بتاخذ قرض من البنك؟ يا سيدي اخذ قرض لسنتين وباقي لي سنتين حتى اوفي بقيه الاقساط. اصبح شوف المحاسب بركي بيعطيك سلفين، حاكم عم يعطوا سلف بهالوقت، ما في خساره. يعطيك العافيه ابو كمال. لحظه زلتي ابو كمال، ما رح اخذ من وقتك كثير، لحظه صغيره اذا سمحت. امور شو بتريد؟ من مده كم يوم يعني لما هبت العاصفه وقع حيط الجنينة تبع بيتي لمطل عصقاء، وصرنا قاعدين بلا حيط أكثر من أسبوع. شو هالكسل هاد؟ ما تجيبوا واحد يعمر لكم إياه؟ لا جبنا واحد، مو ما جبنا، بس قال هالحيط بده يكلفنا أكثر من 60,000 ليرة. إيه شو المعنى؟ ما فهمت عليك، شو قصدك من ورا هالرواية كلها؟ يعني بدي سلفي على معاشي 60,000. ها هيك لكان؟ يعني إذا ما بصير سئلي. شو رأيك أعطيك 200,000 حتى تتفضفض فيهم أكثر؟ لا أنا ما بدي غير 60,000، هيك طلب المعمرجي. ولك يا بني آدم، أنا ما عندي قوانين سلفك ولا ليرة واحدة، شلون بدك يعني سلفك 60,000؟ شو جنيت أنت؟ طيب شو بدي ساوي بالحالة؟ شو بيعرفني؟ روح لقي لك شي واحد يدينك يا أخي. دورت كتير، ما حدا قبل يديني. أيوه، وما لقيت تتدين غير من الدولة، ما هيك؟ روح حبيبي روح، خلينا نعرف نشتغل، الله يرضى عليك. مرحبا أبو كمان. أهلين أهلين أبو صبري. شلونك اليوم؟ الحمد لله بأحسن حال. طمني القبض جاهز؟ إيه جاهز، من ساعتين وصلني إشعار الدفع. وقديش طلع لي بالنهاية؟ يا سيدي طلع لك 160,000، بيروح منهم ضرائب 4,000، بصفه 156,000. شرف، أنا أجهز لك يا شرف. عدوا يسلموا دياتك أبو كمال، معدودين. يلا بدك شي؟ سلامة قلبك، إن شاء الله تصرفهم بالهنا. الله يسلمك، يلا السلام عليكم. مع السلامة. ممكن سؤال لو سمحت؟ تفضل ولو. هالمبلغ اللي قبضته هلأ حضرتك شو طبيعته؟ يا سيدي هذا تعويض إصابة العمل يلي صارت معي. لك ليش ما دريت انه الرافعة وقعت فوق رجلي وكانت رح تهرسني هرس لولا لطف الله؟ مبلا دريت. وقديش قبضات؟ شوفت عينا 156,000. نعمة كريم،
ولو كانوا رجلي التنتين هن اللي مكسورين كنت قبط مبلغ خير الله. شو هالحكي؟ لكن شو مفكر؟ كل شيء له تسعيرة. وانت بتعرف تسعيرة كل إصابة؟ طبعا صار عندي خبرة. يلا السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. وفي عندك إصابة جهاز التنفس نتيجة استنشاق غازات ضارة ب100,000، بقى شو رأيك؟ لا لا، هي ما بتمشي معي النوم. لكن المصيبة إنه أنا مضطر نقي لك إصابة، يعني على هوا المصاري اللي لازمينها. قديش قلت لي لازمها؟ 60,000. وإذا حصلت 100,000 نعمة كريم، خلينا نتبحبح شوي، حاجتنا تعتير بقى. طيب، شو رأيك بإصابة في الرأس تؤدي إلى فقدان الذاكرة أو الجنون؟ ليك هي غالية، يعني تعويضها محرز شوي. قديش تعويضها يعني؟ هي ب300,000. لا لا، ما بدي اياها، ما حبيتها منو، دورني على غيرها. اعطيني شيء اخف شوي، اخف من هيك ابو صبري، ما في اخف؟ بلا بيلتقى. طيب انت اسمع ونقي على كيفك اللي بيناسبك. فقدان اذن ب30,000، تحطم وتهشم انف على الخالص 40,000، جلطة دماغية 200,000، بتر ذراع يسار 175,000، بتر ذراع ايمن 200,000. حاجه بقى ابو صبري، حاجه. والله كششت لي بدني. ولك اخي انت ليش بتضوج؟ خليني خدمه. ما اختلفنا يا حبيبي، بس لاقي لي شغله خفيفه، يعني انا عم دور على شغله هيك يعني بسيطه وبنفس الوقت تعويضها كبير. على عيني، فهمت عليك. على ما يبدو انه طلبك باللائحه الثانيه. اسمع يا سيدي، فقدان إبهام أو سبابة أو وسطى أو خنصر أو بنصر، هدول تسعيرتهم كل وحدة 25,000 ليرة. شو قلي؟ لا حبيبي، لا 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 لا، ما بيناسبني هالشي منوب. طيب غيره، قصور كلوي كامل، تهتك صابونة الرجل، انبعاج حنجرة، احتراق الوجه بالكامل مع تشويه دائم. ولك شبك ابو صبري، العمى ضربك، لسه بتقي العيار، لعت نفسي من هالصور يلي بتوقف شعر الراس. ولك حبيبي انا حابب اخدمك وساعدك بمحنتك، ما بدك هالخدمه قل لي لحتى اسكت وصلى الله وبارك. حبيبي فهمني، انا بدي، مو انه ما بدي، بس يعني ترفق فيني شوي. ولك ارحمني يا شيخ، عليم الله متت 100 موتة وانا عم بسمعك. اصبح ما في قدامنا غير القائمه الاخيره. هات شوف. ما لا لا، فشل كلية واحدة، انهراس مشط رجل، فقر عين، ديسك بالظهر، ثقب. لحظة لحظة، قديش تعويض ديسك الظهر؟ 100,000 ليرة. حلو كتير، نعمة كريم، توكلنا على الله. مبروك. مبروك، يعطيك العافية. هلا انت متاكد انه ما بتنتهي على قسم الشحن؟ نعم استاذ، متاكد. غريب. شو الغريب استاذ؟ هلا انت قاعد بمكتبك معزز مكرم والشغل عندك قليل، بقى ليش بدك تنتهي على مكتب الشحن؟ حدا زعجك شيء؟ ابدا استاذ، بالعكس، كل الموظفين لطفا وبحبهم وبيحبوني. لكن ليش بدك تنتقل؟ اذا فكرك انه راتبك رح يتحسن، لا سن اسنانك بنوب، راتبك رح يضل هو هو، لا رح يزيد ولا رح ينقص. بعرف هالشي استاذ، والحقيقة أنا مالي طمعان بزيادة راتب. لكن ليش بدك تنتقل؟ يعني سيدي بصراحة أنا مليت من القعدة ورا المكتب وحابب غير جو. إيه تصطفل، أنا نصحتك وأنت ما عم ترضى. مع الموافقة. تكرم. شرف. كتر خيرك استاذ. شكراً. معك العافية. غريب، أنا أول مرة بشوف واحد طالب نقل على هالقسم. حط كيس تاني شبك، ركزوا على ظهري منيح، حط كيس تاني كمان. معليش شبنا ابو ربيع، على مهلك، واحد واحد اريح لك. لك حط كيس تاني، شو بدك هالشغله؟ ما اختلفنا، بس هلا بينكسر ظهرك. يا ريت. لك حط كيس تاني، لازم الواحد ياخذ راتبه بالحلال. حط حط. اي
قلنا لك حمل واحد ما رضيت، بدك تحمل مثل الدواب. قال شو بده ياخذ راتبه بالحلال. تفضل سيدي، هاي مبرق ظهرك، عجبك هيك؟ قولك شو مبرق، يمكن انكسر. خذوني على دكتور المعمل اعملوا معروف. اخ اخ يا ظهري، اخ اخ يا ظهري، اخ دخيلكم على هالوجع. اخ 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 اكيد معي ديسك، مو هيك دكتور؟ لا لا، فال الله ولا فالك يا شيخ، ما بشي من هذا النوع. انت لا معك ديسك ولا هم يحزنون. معقول ما معي ديسك؟ لكن شو معي؟ يعني بدك تقول شوية ردود وضغوط بسيطة على الفقرات، وهالشي عمل لك اجهاد ووهن. لا حول ولا قوة. يعني ما بيطلع لي اصابة عمل دكتور؟ لا سلامتك، ايه ما شاء الله حولك مثل الحصان، انت لا بيطلع لك اصابة عمل ولا شيء. كل هاللي بيلزمك استراحة اسبوع زمان بالبيت وبعدين ترجع لشغلك. طيب شكرا دكتور. وين وين اخ نصوح؟ شو بدك مستعجل؟ تعال خذ العكاكيز تبعك بيلزموك. ايوه بيلزموني بيلزموني. السلام عليكم. الله معك، معافى. هلا لايمتى بدنا نضل بهالحاله؟ الله وكيلك، اليوم الصبح ما شفت الا كلبين طلعوا بوشي، قسما بالله مت من رعبتي. ومبارح الاولاد سرقوا لي الغسيل اللي نشرته على الحبال، وبعدين كل رجال بيمرق بيوقف وبيطلع بكل جاره. يعني باختصار صرنا فرجه للرايح والجاي، وبصراحه انا مالي حاسه حالي ساكنه ببيت، حاسه حالي ساكنه بصقاق. طيب شو بدي ساوي يا سمار؟ قلي لي حتى ساوي. دين ما حدا ديننا، اصابه العمل ما عم تزبط، حظ ما في، شو ساوي غير هيك بقى؟ الله وكيلك، اليوم حملت طاوله مكتب خشب سنديان بحالها على ظهري هيك للطابق الرابع، وما صار لظهري شيء، ما صار شيء. رحت على الدكتور قلعني، قال لي قوم حاجه بقى تخسر المعمل حق صور شعاعيه، وفوق منها كان بده يطلب لي عقوبه تمارض. بقى شو بدي ساوي يا سمار؟ شو بدي ساوي اذا كان ظهري معند متيس؟ زدت حالي مش بنايه عاليه حتى اعمر لك الحيط؟ لا سلامتك، ما عم اقول انا هيك لا سمح الله. شوفي ليش معلقين هاللافتات كلها؟ كأنك مو عايش بهالبلد. اتركه بهمه يا زلمة، مانك شايف فكره مشغول بالحيط اللي وقع عنده بالبيت؟ اليوم عيد الأعلاف العالمي، وبعد شوي رح يصير مهرجان خطابي هون بالساحة، ويمكن نطلع مسيرة كمان. ومين بده يخطب دخلك؟ مين يعني؟ في غير مديرنا أبو معتز؟ سيداتي وسادتي، خير ما نستهل به حفلنا هذا أبيات من الشعر لشاعر قد اشتاق لخروفه الضائع، وقد خاف ألا يجد الطعام عند من خطفه، فقال: يا خروفي كيف عني أبعدوك، هل ترى بعد دلالي علفوك؟ وقال آخر: يا معلفا للماشية فيك جميع الأغذية، هذا خروفي متخم نعسان قرب الساقية، علف الحكومة، علف الحكومة رائع يعطيك سر العافية. أعزائي، الكلمة الآن لمدير معمل أعلافنا اللذيذة الأستاذ حسني أبو معتز، فليتفضل مشكورا. تفضل أستاذ. إخواني، إخواني، أنا لا أجيد الحكي في المواقف الخطابية، ولكن أقول باختصار: طالما أن الحيوان في قطرنا بخير فنحن بألف خير. ليش عم بقول الحكي يا إخوان؟ لأنه منه اللحم ومنه الحبر
ومنه الصوف ومنه الشعر ومنه الدهن ومنه الدسم ومنه الحليب ولبن الغنم والشمندور والقشطة والكفتة واللحم بالصحن كله منه. فإذا كان الحيوان تبعنا ماله معلوف منيح فهالشي رح يأثر علينا وعلى صحتنا وما رح نسمن بنوب ورح يصير فينا مثل هدول تبع افريقيا يعني جلدة على عظمة. فبهنيكم بهالمعمل يلي على اساسه اسس لزواتي الاربع من بقر واحصن وحمير وخواريف وغنم وماعز. واقسم بالله يا جماعة من كتر علفنا مو لذيذ وصاير عليه اقبال وتهافت من البهائم خطر ليدوه. صدقوني خطر ليدوه يا جماعة لحتى اعرف الحيوانات ليش عم بيحبوه يشمشموه كل الأد. شو السر يا ترى؟ بس ما سويتها وقلت لحالي لا تشارك المعتر بأكله ولو كان للمواشي أصوات تسمع لكن سمعنا أصواتها عم بتجحر بالمعلوب وعم بتقول شكرا لك يا حكومة. ما عم بالغ يا جماعة لأنه فعلا هالعلف شهي جدا يمكن لو سكبناه بالصحن وحطينا فوقه شوية زيت ليتاكل معنا بالخبزة. بالمناسبة راح نأمل لكم العلف بأي وقت تحتاجونا. علف وطني أصيل حطينا له نكهة الإكيدنيا وما في هرمونات ولا ضراب السخن. وبالإضافة لهالشي وبمناسبة هاليوم السعيد كل مواطن يثبت انه عنده حمار او بغل او تيس بيطلع له 50 كيلو علف مجانا. وعلى كل جرت العادة كل سنة انه نطلع بمسيرة معبرة حتى نلتقي مع بقية معامل الاعلاف. وراح بشركن اني انا اليوم طالع معكن على راس المسيرة باتجاه معمل اعلاف المدينة حتى نجتمع وتعم الفرحة على الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد الاعلاف حليت علينا يا أهلا. خير وبركات يا أهلا. ما في أعلاف يا أهلا. ما في حليب يا أهلا. لا لحم وسمنة يا أهلا. عيد الأعلاف يا أهلا. حليت علينا يا أهلا. خير وبركات يا أهلا. عيد الأعلاف يا أهلا. حليت علينا يا أهلا. حليت علينا يا أهلا. خير وبركات يا أهلا. عيد الأعلاف يا أهلا. حليت علينا يا أهلا. الله لا يعطيك العافية وضريب إن شاء الله. اجت الإسعاف يا شباب إن شاء الله معافى إن شاء الله ما في إلا السلامة. ما دول ياخد هوا Woo!
شو حامل على ظهرك؟ حملت المدير العام ابو معتز. الصراحة انت صاير معك ديسك. شو هالحكي؟ اي والله يا نصوح، صاير معك ديسك قوي وفتق لب بين الفقرات. يعني عفوا دكتور، هالحالة بيطلع عليها إصابة عمل؟ ايه طبعا بيطلع لها. يعني قديش بيطلع لي تقريبا؟ يعني بدك تقول شي 150,000. روح يا دكتور روح، الله يبشرك بالخير. بتسمح لي خبر مرتي؟ تفضل. شكرا. الو الو نعم سمر، باركيلي، هنيني. خير؟ على شو بدي هنيك؟ ولك زلغتي، صار معي ديسك بظهري وبيطلع لي 150,000 ليرة. ألف مبروك يا حبيبي، ألف مبروك إن شاء الله. ليش شو حملت حتى صار معك ديسك؟ حملت مديرنا الأستاذ أبو معتز بمسيرة الأعلاف. ليش قديش وزنه ها؟ ما بعرف، بس تقيل، تقيل كتير، كتير تقيل. حزبي هيك ها؟ من زمان كنت حمل هيك زلمة تقيل، مو تحمل لي صناديق وشوالات وتناك. قلتك والله المدير طلع أحسن من 50 شوال بطاطا. معناتها رح نعمر الحيط مو هيك؟ طبعا طبعا، لكن شو؟ وبدي براد كبير وغسالة جديدة ها؟ ولا يهمك حبيبتي، كله صار مقدور عليه. لك الله معك. مع السلامة. الله معك. ألف مبروك البراد والغسالة يا سمر. الله يبارك فيك يا حبيبي. منيح لي ما طولوا بصرف المعاملة، لأنه كنت ظانن أنهم بيطولوا. الحمد لله على كل حال، هي صلحنا الحيط وصار عنا براد وغسالة وكعكتين بخيط. ألف الحمد لله، ربك بده يرزقنا ما في كلام. ربك ربك كبير بعد اسمه حبيبي. نعم عيني. شو بدك تعمل بحالك تاني مرة؟ ما فهمت عليك، بشو؟ حبيبي لازمنا مكيف. مكيف؟ مين بدي احمل تاني مرة؟ ماشي دا؟ يا ماشي دا؟ خير؟ شبك بسام؟ ليش عم تعيّر؟ ليش ما عم تردي؟ قديش بقى يان ليضرب المدفع؟ ليش وين ساعتك؟ هلأ شو بدك بساعتي؟ جاوبي على قد السؤال لو سمحتي. يا سيدي شي ساعة ونص. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله كتير ساعة ونص. يعني شي بحير، شو بدي أعمل أنا؟ ساعة ونص قبل المغرب شو بدي أعمل فيها؟ إذا بدك تفرج على التلفزيون لبين ما يضرب المدفع. لك عفن قلبي، من التلفزيون وبرامجه كل البرامج مثل بعضها. طيب انزل تمشى لك شوي لبين ما يصير الوقت. ما بحب اتمشى قبل الفطار. لك 100 مرة قلت لك هالمعلومة انبح صوتي وانا اقول لك اياها، لانه بتلاقي العالم راكدة ومبلهوجة وخلقها براس مناخيرها. يعني انت خلقك مو براس مناخيرها؟ شو قصدي؟ لا ما قصدي شيء يعني. لا قولي. بس عم اسمعوا. لا لا قولي، بلا رميني بحجاري. تقبرني افتحي الباب، تقبر قلبي. اصلا هي شغلتي، لبي لك اوامرك انا. لك ايه؟ مرحبا عمو. اهلين. يا ترى خالي ماجدة موجودة؟ وشو بدك فيها؟ بعتتني الماما مشان استاذ ما عندنا تتيلة المحشي. ليش ما عندكم تتيلة محشي انتو؟ لا ما عندنا. وليش ما بتشتروا وحدة؟ والله ما بعرف. سلميلي على امك كتير وقلي لها ما عنا تتيلة محشي، لانه نحن منطبخ المحشي من دون ما نتقله، منحط بلاكه فوق منه. طيب يسلموا عمو. هات اللي كان ناقصنا والله. بسام ليش هيك حكيت مع البنت؟ كيف بدي احكي مع حلكان؟ عادي يعني ما في داعي تلتئم كل هالقد بوشها. يعني شو الجماعة كفروا إذا بدهم يستعيروا من عنا تتقيلة؟ هلا لا تاخذي وتعطي معي كثير، خليه واصل لراس مناخيري ها؟ ما حلك تتعودي على طبعي؟ بس بدي افهم ليش هيك عم بصير معك بس. ولك اختي هيك انا ما بحب اخذ وعطي مع حدا لما بكون صايم، ومشان هيك اخذت اجازة بلا راتب شهر وقعدت بالبيت. بقى شوفيني هلا قديش بقى للمدفع؟ ليه؟ لسه هلا سألتني؟ يعني ما حل عقرب الساعة يمشي؟ بتعرف بسام؟ لو ما أخذت إجازة هالشهر كان أحسن لك. وشو سبب بقى ست الحسن؟ لأنك على القليلة بتتسلى وبتقضي وقت بالشغل أحسن ما أنك قاعد بخلقتي وعم بتزن بإذني طول النهار. لك ما بيلحق يطيب صوتك إلا بترجع بتنتحس، بينخفى حسك وبتنباح.
من ناحيه التسلاي محلوله، من بكره راح ارجع مارس هوايه لعبه البلياردو تبعي. اخ صبرا جميل وبالله المستعان. يلعبك ما نزلت يا اخي، بالطاوله مو مزبوطه. شو الحكي يا مو مزبوطه؟ هلا كل ما روحت الطاوله بدك تتحجج بالطاوله. اخي ما عم بتحجج. انا عم بتحجج. بطلت العبي بس عم طول بالك. ما حكى شيء. شو خلاص يوم هلا تعال معي. تعال ماشي الحال. لا شوف اخرتها. دور مين هلا؟ دوري. تفضل عاقب ورجينا شطارتك حبيبي. حبيبي على الطربة المعدتي. خلاص اعتبر دقك منتهي. ايه العاب لنشوف العاب. ماشي الحال. ايه سيدي الاربطعش بنشورة واحد. ها الجس دق بطاقتي بالاول. لا حبيبي ما دق والكل شاهدين. شو سعيد ما انتبهت منيح يعني. شو ما انتبهت منيح انت الثاني؟ عم اقول لك ما دق. شو عم بكذب عليك يعني؟ خلاص اخي خلاص مثل ما بدك. رح مرق لك اياها المره. لا حبيبي لا يا روحي ما حصلت. لا بتمرق لي ولا بمرق لك. شو عم تصبح علي صدقه انت؟ ايه شو شغلك السعبره يعني؟ انا عم سعبر ولا تلعب عم يطرب. شو سعيد ولا بطرب. شو انك مخك ما بسمع لك. انا ما بسمع لك مالك شايفه كيف عم يحكي؟ فلك يحاكيك الحكيم ان شاء الله. اصلا مو الحق عليه الحق اللي عم يلعب معه. تلعب بالاربعه ان شاء الله براسك الخامس ولا خلص بالسهم خلص للخبر. اخي صاحبك ما بتحمل حدا يغلبه. بقى لا بقى تجيبه معك ببوس ايدك. لا حبيبي ما حسبت انا ما حدا بيغلبني وقسما بالله ما عاد العب بلياردو بحياتي من تحت راسك. فهمت ولا ما فهمت؟ وها يا حريق وينك يا استاذ؟ وينك يا حفاظ؟ لا يهمك استاذ لا يهمك كل شيء قسما انا اتفحقه. لا بس ما كانت حلوه بحقك تكسر العصايه وتطلع من المحل هيك. صدقني يا سعيد لو ما كسرتها كنت يا اما بدي دق راسي بالحيط يا اما بدي زت حالي عن الدرج يا اما بدي ابلع شي طابه من طابات البلياردو حتى فش خلقي. ليش طيب ليش ما بتضل قصه كل هالشي؟ ليش لك سعيد انت صرت تعرف طبعي. انا لما بكون صايم خلقي بكون براس مناخيري واعصابي بتتوتر ولساني بينفلت يا اخي. يعني على هالحاله هي من هون ليخلص رمضان راح تزعل منك كل رفقاتك. سيدي بحفظ يلي بيزعل بيزعل ويلي بيرضى بيرضى كتير فارقة معي يعني. بعدين مين قصدك انت من رفقاتنا؟ رفيقنا عمران مثلا. ليه زعلته؟ هيك لانه سرسري وغشاش وقليل امانة. هلا عمران هيك يعني انت شو شفت منه لحتى عم توصفه هالوصف؟ لك مو قدامك صار يغش بلعب الشدة. الافندي مد ايده بكل وقاحة وسرق الجوكر من الارض. قمت حضرتك ضربته بالورقة على وشه وقلبت الطاولة وبربرت لك نص ساعة زمان. ايه وشو فيها؟ اللي فيها انه عمران ما عمل شيء بيستاهل لحتى تساوي فيه هيك. واذا غش باللعب يعني ما نحن لعبنا كله تسلاية وتضيع وقت. ما بعرف يا سعيد هذا اللي طلع معي يوميتا. فريد طيب فريد ليه زعلته؟ لا تجيب لي سيرة فريد مشان الله. لك يا اخي هالزلمة ما بيفهم بأصول الحوار اطلاقا. بتحس كأنه في صبة باطون بمخه. ليش بقى؟ يا سيدي كنا قاعدين وعين الله علينا وعم نتناقش بمسلسل ماريا مرسيدس. هذا المسلسل المكسيكي. ايه عرفته. اصر الزلمه انه الدراما المكسيكيه متطوره اكثر من الدراما السوريه. بقى بشرفك انت بتقبل هيك حكي؟ هلا بغض النظر انت شو جاوبته؟ شو بدي جاوبه يعني؟ وقفته عند حده. ما ضل غير واحد طبل وقليل الذوق مثل فريد يناقشني بالدراما. هذا اللي كان ناقص والله. المهم انت شو قلت له؟ قلت له لمعلوماتك الدراما السورية غازية العالم بفانتازياتها. وقلت له كمان
لو ما كان فيك 50 عقدة نفسية و60 عقدة نقص، ولو ما كنت ضعيف الشخصية وعديم الثقافة وعندك عقدة شيزوفرينيا وعقدة سوزيت واهتزاز بالشخصية، ولو ما كنت مارق بحياتك ب20 علاقة حب فاشلة، ما كنت تابعت هيك مسلسلات. هو شو جاوبك؟ ليش بيسترجي جاوب؟ هذا اللي كان ناقص والله. قسما عظما يا سعيد، لو كان فاتح تمه بشي كلمة كنت شرقته تشريك. هالحوار ديمقراطي هاد كان قبل المدفع ولا بعد المدفع؟ لا قبل المدفع. انا هيك توقعت. اطلع اطلع هلا لوصلك الطريق، اطلع وحاجة تاخذني، مليت منك. بسام اخذت معك ليستة الاغراض؟ ايه ليك بجيبتي، انت بدك الاغراض؟ يعني تركي تركي قبل المغرب بشي ساعتين، بس لا تعمل مشاكل مع الناس الله يوفقك. لك مشاكل شو؟ يعني وانت عم تشتري الاغراض لا تتشاكل مع الناس مثل عادتك. شو قصدك؟ يعني انا مشكلجي؟ لا لا انا ما قلت هيك، بس ما بعرف شو بيصير لك برمضان، عصبي وخلقك ضيق ومعاشرتك صعبة واخلاقك عسرة. هلا انا هيك الناس هي اللي بتخليني عصب، لانه برمضان بالذات ما بيعود حدا بيتحاكى، الموظف بيتناشف مع المراجعين، شوفير التاكسي بيتنكت على الركاب، البياعين بيقلبوا خلقتهم بالزباين، لك حتى شرطه، شرطه السير بتصير تكتب مخالفات على ابو جنب. يا سيدي نحن علينا من حالنا وبس. صحيح بسام تذكرت، جيب معك شويه معروك وناعي. اخذي الليسته وسجلي عليها، شو شايفه عقلي دفتر؟ خذي سكي. مين اللي شاط الطابة لهون؟ واقف عندك انت ويا ولا؟ مين اللي شاط الطابة على سيارة؟ ها؟ ما بدكم تحكموا هيك؟ بس هي تعالوا فرجيكم. شايفين؟ تضرب انت وياه؟ يعطيك العافية. أهلين الله يعافيك. قديش البندورة اليوم؟ 15. والخيار؟ 10. أصبح عبيلي كيلين بندورة وكيلين خيار. لحظة بسرعة بسرعة. شو لحظة؟ يلا بسرعة. الله يرضى عليك. خرج السلطة ما؟ إيه. لحظة يا حبيبي لحظة لحظة. شو بك؟ شو عم تعمل أنت؟ عم عبيلك بندورة. هلا هاي بندورة هاي؟ الله وكيلك يا أخي، عم عبيلك من الوش. ايه بلا وش بلا قفا، العمى ضربكم، صاير الغش بدمكم. اوف 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 اوف، وليش هيك عم تحكي معي يا اخي؟ هيك بدي احكي، لانه ما عاد حدا استحى بهالايام، لك شهر فضيل هاد، يعني وقفوا الغش شوي. خيو، فرقنا بريحة طيبة، بطلنا نبيع. ايه بدك تبيع غصبا عنك، يلا عبي بندورة لك، عبي بندورة صريف يا وام، عبي. آمنتوا بالله على هالنهار، حبيبي شو شغلة تبلي؟ عم اقول لك بطلنا نبيع، صلى الله وبارك. يظهر انك ما رح تفهم بالذوق انت. انا اسمع السالفه، بدي ربي وعلم الشرطه. لك شيء خليك مع العالم، ايش بدك تطبيني؟ قسما بالله اذا ما شفت قلبك العمار هذا الطبيعي ضروري. ليه بس انا فرشي بسيطه عيني. اتأخرت علي؟ لك اتعلقت انا والخضرجي قبل ما اجي لعندها. على فكرة توقعت هيك شيء. اتوقعت اني اتعلق مع الخضرجي؟ لا مو مع الخضرجي، بس توقعت انك تتعلق مع شي حدا. لك يا اخي هالناس صايرة لا تحتمل بهالشهر. فعلا معك حق. اطلع لك اطلع. ها؟ لك اطلع. ما فهمت. لك اطلع خلصني. يا سيدي صاير عصبيتك لا تحتمل. لك اخي لا تقول عصبي، هالكلمه هي بالذات بتجيب لي العصبي. ولك ليش واقف بنص الطريق ولا؟ ثواني ثواني معلم، بس نزل السندوين معيتك بس ثواني. ولك مالك شايف الحاره ضيقه؟
ولك ليش عم تزمر انت الثاني ولا؟ بس ثاني يمكن مو شايف السيارة اللي قدامك. ليش ضربوا العمى؟ ليش مو شايفها؟ طول بالك معلش. بس سام لا تنزل. لك شو لا انزل؟ بدي انسى عرابته مصر. لا تجن. ليش عم تزمر؟ ليش عم تزمر ولك؟ زعجتك بالزمور؟ لك شو زعجتك بالزمور؟ بدي اخلع عرق تخلع، انزل السيارة ولا؟ لا لا سيارة. لا لا سيارة. بسام لحظة، لا تنزل بالسيارة، خليك محلك، خليك محلك، خليك محلك، رجع، رجع بسام، رجع على ورق خلاص بسيطة، منتواجع لسا، ألا ما أشوفك بسيطة معقول انك عم تعمل هالطوشه كلها بس لانه زمر لك؟ اي معلوم، لاني انا بعتبر الزمور اهانه وانا ما بسمح لحدا يدعس لي على طرف على الاطلاق. لك يا بسام ما بتخاف تتهور لك شي مره وتعلق مع شي مسؤول او شي مدعوم، واحد ظهره مسنود وله وضع خاص؟ لك بلا خاص بلا عام، انا ما بخاف غير من اللي خلقني، وهالرقبه هي ما حدا بفكها من مطرحها غير اللي ركبها. ولك المصيبه انك لسه ما بتعرفني يا سعيد. بس معليش معليش، معك معك، بتعرف مين هذا رسام؟ الله يستر الله يستر يا رب. شوفوا هذا الثاني كمان. بسيطه بسيطه بس زمره هلا بيمشي. العمى ما عم يزحزح من محله. معلش معلش والله هي قلة ذوق عن جد. لا حول ولا قوة الا بالله. وبتقلي لا تعصب، لك شلون الواحد ما بده يعصب قدام سلوك هيك بشعر؟ لحظة بس عم لوين نازل؟ شو لوين نازل؟ شو لوين نازل؟ لوين رايح؟ لك ان شاء الله خليك بالسيارة انت. دب انت دب دب حقيقي. شو امرت ابو الشباب؟ عفوا يا جماعة، بس أنا كنت واقف وراكم بسيارتي و... هلا أنت اللي كنت عم تزمر؟ أنا آسف كتير مدموزيل إذا كان زموري أزعجك، ريتها تنكسر إيدي أو تنشل قبل ما تنمد على الزمور. يعني ما فيك تنتظر دقيقتين لخلص تليفوني؟ بعدين ما بتعرف إنه التزمير ممنوع هون؟ هلا ضروري أسحب لك وراقك وأحجز لك السيارة وبهدلك؟ لا 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 ما في داعي، أنا بكرر أسفي وخجلي وندمي مرة تانية. معلش يا جماعة، يعني غلطنا وممكن السماح. قسما بالله ما يدرى المعلم انه الناس عم تزمر لبنته بالطريق لحتى ينهز بدنه وتطلع عصبيته. لا لا ليش لا يدرى؟ صدقني ما في داعي يدرى بهالقصة، ما في داعي يا شيخ. ارجع على سيارتك وبطل كترة غلبة تضرب بهالموديل. امرك حبيبي امرك، راجع على سيارتي فورا، واذا بدكم برجع على بيتي كمان. اذا بتريدي مدموزيل كملي تليفونك على مهلك واوعك تزعجي حالك، ها، وان شاء الله بتضلي لبكره. ارفع على هالشبكة التعبانة، صار لي ساعة ما عم يعلق معي الخط. بالفعل تعبانة كتير الشبكة والناس مو قادرة تنتظر الاشباط. لك امشي بطريقك وخلصنا. شو رح تحكي لنا قصة عنتر؟ استنوا ما شفتوا منا، دخيلكم هنجوكم يعني. يلا باي. لك ليش عم تزمر ولا؟ العم ضرب شو دب؟ من رضي عاش. ايه والله. انت شلونك؟ شو اخبارك؟ كيف صحتك؟ لساتك عم تحضر للسفر ولا؟ لا 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 هلا عم حضر. يعني ناويه من كل الاسبوع؟ ناويه من خير ان شاء الله خير. اللهم يجعل التوفيق حليفك والسلامه نصيبك. شو تشرب حبيبي؟ لا 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 آه سيد شهاب يا عفاف عفاف. لك يا جارنا والله ما في داعي لاني مستعجل. ولك ابني ليش بصلتك محروقه دائما انت؟ اتكل على الله وهدي اللعبه شويه. اللهم
يا زلمني ولا يمن عليك. وفق هذا الإنسان واجعله سعيدا في حله وترحاله، ولا تتوه له رأيا، واجعله مصيبا في قوله وأفعاله يا رب. إيه سيدي، ما قلت لي أنت ليش مستعجل بقى؟ والله يا عمي أبو عزيز مسبوق بالوقت شوي، لينزل الشيري شوية أغراض، بتعرف يعني موضوع السفر، مشان هيك في حديث صغير حاب أحكي بيني وبينك. تكرم عينك، ولو سيد جهاد صدري مفتوح إلك ووقتي كله على حسابك. بس ما بعرف والله، مو حلوة هيك من ضيفك شي يا عفاف. عفافه يا عفاف. جارنا ما في داعي، ما في داعي، بيتك عامل. لا ما بصير، ولو يخلي لي اياك سيد راسي الموضوع. تضح. ما في، مثل ما بتعرف انا رجال مقطوع من شجر، ومالي حدا بهالدنيا غير اخي اللي عايش بكندا. لك حلي عني، ما في مجال ايه قادر اسحقها. ما في، لك ما فينا نخلص انت وياها. يا عمي شو عليكم؟ لا تاخذ نجار مشان الله، كمل حديثك حبيبي كمل. المهم جار، مثل ما بتعرف انا مقطوع من شجره، واخي الوحيد عايش بكندا، فقلت لحالي يعني اذا ما فيها سئله بركض بعطيك مفتاح البيت، بتشق عليه منه بتصقيلي الزريعه ومنه بتطعميلي المبغاء اذا ما فيها لبكه. ولو جار، اسمعوا على الحكي، اسمعوا. شو ازعاج ما ازعاج، مين طلب مثل هالطلب؟ ولولا توصي حريص يا جهاد، وان شاء الله بدير بالي عليه مثل بيتي واعز. تكرم عينك. طمنتني، الله يطمن بالك يا جار، هذا العشم فيك طول العمر. يلا بستأذن. لا شو بتستأذن، لسه ما طيبناك شيء يا عفاف. عفافه يا جار. لا بمسي، حل عني بقى، حل عني. يا ماما ما بيعطيك مجلة؟ لك عطيها المجلة للقرود تنتعك ان شاء الله. وانت الثاني حلي عنا بقى، عيب. ما قلت لي شو نضيفك حبيبي يا جار؟ ما بيصير ما بيصير. عفاف يا عفاف. جارنا الله يخليك، مستعجل شوي، بدي روح طب اغراضي وخلص بعطيك المفتاح باذن الله بالمسافه. طيب. السلام عليكم. ما بضايقك، الله معك، مع السلامه حبيبي، مهون ان شاء الله، الله يحرسك. شو انت مسافر جارنا؟ قال بعد يومين. وقديش بده يغيب؟ قال بده يغيب شهرين، بعدين بده يرجع على بين ما يزبط وضعه هنيك يعني. ايه نياله، الله يطعمنا مثل ما الله طعمه. لك شو نياله يا غشيمه؟ على ايش نياله؟ يعني حدا بيكون عنده بيت ملك وسياره ووظيفه حكوميه وبيترك بلده وبيسافر لبلاد اصغر فكره اخذينها عنا انه نحن ارهابيين؟ ايه لا مو لهالدرجه. بعدين شو فيها اذا الواحد تغرب له كم سنه لحتى يحسن وضعه ورجع يستقر ببلده؟ يعيش يا قديش، شو بده يحسن لحسن؟ يعني قد ما حسن بس يرجع لهون رح يحط كل شيء صمده وجابه معه. إيه؟ مطور الغد عفافه؟ لا تقبرني، جاهز جاهز بس بسرعة. الله يرضى عليك بسرعة، لأن دوبي يعني أكل لي لقمتين وأنزل أشتغل على التاكسي. على مهلك أبو عزيز، على يهمك حبيبي، جار الوضع أنت واجبنا هذا. الله يسلم إيديك يا رب. الله يسلمك ويعزك يا جهاد. إيه سيدي، إن شاء الله تروح وترجع بالسلامة يا رب. إلهي وأنت جاهي ونصيري ومولاي وعضدي، توفق جهاد ابن شوكة بوز النمس وترجعوا من بلاد الغربة سالم غانم يا رب، وتحول التراب بين إيديه ذهب إبريز، إنك أنت السميع العليم. ماشي يا أهلين حبيبي. سلام عليكم. الله معك جهاد، جهاد وعينك على حالك حبيبي. أبو عزيز ما بدي وصيك في البيت. ولا يهمك حبيبي، يلا حبيبي خاطر الله معك. تعالي حبيبي، تعالي يا روحي، خاطرك الله معك، مع السلامة. حرك روحي، حرك، الله معك يا روحي، الله معك. زلمة أمني على بيته، أحسن ما يسرقوا له إياهم. نعيمة الله ينعم عليك إلهي، بس بالحمام ما ضل ما يسخني؟ أوف، وليش بقى؟ ما بعرف، بس الظاهر المازوت خلاص ولازم تتحمم أنت وابنك اليوم. ومنين بدي أجيب لك مازوت بأنصاف الليالي؟ والله ما بعرف. يا عزيز، عزيز. نعم بابا. الله يرضى عليك، هلأ بتطلع على الأسطوح وبتسحب المازوتات اللي بخزان جارنا جهاد على خزاننا وبتنزل. خذ معك البربيش عزيز، البربيش الصغير، يلا بسرعة الله يرضى عليك، ما بدنا نتحمم بأنصاف الليالي. هذه
خد معك بيل حتى تشوف بخاويش الخزانات منيح. بصير هيك تساوي يا ابو عزيز؟ ليش شو ساوي؟ يعني اذا اخذناهم نحن مو احسن ما ينسرقوا؟ بينسرقوا لانه بعدين شو نسيتي انه الرجال امني على البيت؟ ايه لا ما نسيت. ايه ما بيجوز ما بيجوز. ما عاد اشتغل عدي ما عاد اقلع مو هيك؟ ايه معلوم شلون بده يقلع وهو قديم وخربان؟ صار له من زمان المرحوم ابي. بتعرفي يا عفاف شو عم يخطر على بالي؟ شو عم يخطر لك؟ عم اقول لحالي اسمه جارنا جهاد مسافر، ليش ما بنستعير تلفزيونه؟ لا ايو شو نستعير تلفزيونه؟ ايه والله مو حلوه. ليش مو حلوه؟ لا تنسي انه الرجال وصلنا بالبيت. بعدين إذا كان غرضه تحت عيننا مباشرة مو أحسن عيننا ما تشوفه؟ إيه خلاص متل ما بدك. وين المفتاح؟ ليك. حبيبي شريف شو رأيك بما أنه جارنا وصاك ببيته وأمنك على حمايته، شو رأيك تجيب الريسيفر اللي عنده لأنه ديجيتال اللي عنا عادي، وبعدين طارت كل المحطات اللي عليه. خطي مشان الاولاد بيتسلوا. والله فكرتك حلوه، انه شلون ما خطرت ببالي قبل هلا. ايه انا اصلا قلبي مالل من هالكم قناه اللي عم يطالع الريسيفر الانالوجي اللي عنا. بقى هلا اسمه عزيز على الاسطوح بخليه يساعدني بتمديد الكابلات. بدك شيء من بيت جارنا قبل ما امشي؟ لا حبيبي هلا ما بدي شيء، سلامتك. لك لا حبيبي لا، انا ما بدي امسك صندوق انتخابي ولا بدي وجعة الراس كلياتها. بعدين تعال الا انا دخلك شو جايني من هالشغله؟ بكره الواحد منهم بس ينجح بينسى اهله واصحابه، بقى راح يتذكرني اذا كنت ساعدته بالحمله الانتخابيه ولا لا؟ اصلا ما عنده وقت يتذكر. بابا مطول لك على التليفون. لحظه ابو فراس شو بدك؟ عم استنى تليفون من رفيقتي ليلى مشان نتائج البكالوريا. لك انت ما سمعتيهم قالوا بالاخبار انه النتائج بكره؟ ايه مزبوط بابا، بس ابو رفيقتي ليلى بيشتغل مديريه التربيه وبتكون النتائج صارت على طاولته اليوم. بابا روحي هلا روحي، بدي اكمل حديثي، روحي احكي من بيت جارنا جهاد. معك المفتاح؟ هلا كل ما بدي احكي تليفون بدي اروح على بيت جارنا جهاد. مو مشكله يا عزيز. عزيز ولك يا عزيز. ايه بابا عم تعديني؟ وطيني صوت المسجلة انصرع راسنا. خذ المفتاح من على المكتبة وروح الله يرضى عليك واسحاب السلك تبع تليفون جارنا وجيبه لعنا، لأنه الله يصلحه تارك السلك فلتان. بقى روح جيبه اخطي ما خاف حدا يسرق له اياه، والزلمة موصيني بالبيت مو حلوة ابني. حاضر بابا. ايه حبيبي لا تأخذني تأخرت عليك. لا لك بابا إذا صار ما صار بعدين بتلاقي الواحد منهم. لا 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 ليش؟ لك ألف الحمد لله يا ربي، ألف الحمد لله اللي الله عطاني عمر وخلاني شوف بنتي ناجحة بالبكالوريا وفايتي عم جامعة. لك ألف مبروك تبرين. الله يبارك فيك أمي وخلي لي إياك يا أحلام بالدنيا. ألف مبروك يا بابا، وعقبال ما تتخرجي من الجامعة ونرفع راسنا فيك. إن شاء الله على طول بيضلوا راسك مرفوع يا بابا، بس هلأ لا تفوتوا لي بحديث الجامعة وتنسوا لي الحفلة. أنو حفلة؟ حفلة نجاحي. معقول نجحت بالبكالوريا وما تعملوا لي حفلة مطنطنة؟ حكي مزبوط، حكي بابا اللي عم ينجح بالبكالوريا هلأ عم بيعتبروا الناس بطل قومي وعم بيعملوا له احتفال الأبطال. مزبوط حكي. سامعين شو عم بيقول عزيز؟ هذا هو الكلام المزبوط. تكرم عينك حبيبتي، بس بابا يلي محيرني شلون بدنا نساوي الحفلة عنا هون بالبيت؟ لأنه ما شاء الله كان رفقاتك كتار وقرايبيننا كتار وبيتنا صغير ما بيسع كل هالأمة. وليش لحتى نساويها ببيتنا؟ لكان وين بدنا نساويها؟ بيت جارنا جهاد. لكان وين نساويها؟ لكان بيت وسيلة. اليوم اتصلوا فيه من الجمعية السكنية وقالوا له إنه البيت اللي مسجل عليه بده 4 سنين ليخلص ويستلمه. قولي 30 سنة ولا تخافي، أصلاً هذا أخوك طلع غشيم بشكل. ليش بقى؟ شو ليش؟
يعني من طول عمره بيت الجمعية بسجل الواحد فيه حتى حفيده يسكن فيه وبآخر أيامه كمان، والأفندي أخوكي مفكر حاله رح يسكن دغري كأنه عايش بسويسرا. المهم شو رح يعمل هلا؟ يعني شو بده يعمل المسكين؟ بده يستأجر وغالباً رح يأجر العرس. طيب أنتي ليش عملتيها مشكلة؟ يعني شلون ما بدك يعني أعملها مشكلة؟ المسكين بده يحط 5000 ليرة، يعني كل معاشه أجار بيت بآخر طلعة الكيكية، وعلى هالصورة بدهن يعيشوا كل الشهر على معاش مرته، والله بيعلم قديش بدهن لحتى يفرشوا البيت. إيه ستي الله بيدبرهم، شو ناقصنا نهكل هم الناس نحنا؟ قومي حطينا عشاء، جعت الله يرضى عليكي. يلا. ألو مين؟ أهلين أهلين وسهلين سيد جهاد، يا ميت مرحبا. كيفك حبيبي؟ كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير أنت؟ الحمد لله. أهلين جار، طمني عنك، كيف أمورك؟ إن شاء الله بخير. كيف الأولاد؟ إيه الحمد لله الحمد لله. طمني، في شي جديد بغيابي؟ والله عنا كل شي تمام، الكل بيسلم عليك وكل شي لساته على حطة إيدك، يعني إذا بتغيب شهر ولا 10 سنين مثل بعضها حبيبي، وإمتى ما بترجع بتلاقي ما في شيء تغير. أنت حكي لي، كيف لقيت كندا؟ إن شاء الله لقيت شغل محترم؟ الحمد لله ماشي الحال. بصراحة يا جار أنا مشان هيك اتصلت فيه. خير جار؟ الحقيقة أسسنا أنا وأخي شغل جديد، صحيح لساتنا بأول الطريق، بس الحمد لله رب العالمين ماشي الحال. كتير صعب الغربة، الواحد ماله غير بلده، ماله غنى عنا. لا ما رح ارجع هلا، اجلتها شغله 2 3 لحتى ظبط اموري. جار اذا متضايق من مسؤوليه البيت قل لي، سكر البيت وبعت لي المفتاح. لا ابدا. لا شو متضايق، الله يسامحك يا جهاد. اي والله انا والمره والولاد دايرين بالنا على البيت كانه بيتنا، بقى لا تهكلهم حبيبي، لا تهكلهم سيد جهاد، ان شاء الله كل شيء بيكون تمام. الله يخليك يا ابو عزيز، والله انك من اصل بتتامن على الروح. اصبح جار اذا ما فيها سئله بركدم تاخذ مفتاح السياره من درج مكتبي مشان تبقى تشغلك الكاميون، لانه معلومك البطاريه بتنشف اذا ضلت فتره طويله واقفه. شو سياره؟ إيه ولا يهمك، ان شاء الله ما راح اخليها تفضى. شو هي اللي ما راح تفضى؟ البطاريه. خلاص انت يعني لا كلك فكره، واعتبر كل شيء تمام وكانك موجود باذن الله واحسن. تسلم يا جار تسلم، بس الله يخليك بدي اطلب منك خدمه خاصه هيك صغيره لو سمحت. ولو حبيبي جهاد، انت بتأمر يا عيوني. شو اخبار ببغاء؟ الله وكيلك يا سيد جهاد، عم دير بالي عليه مثل ولادي هيفاء وعزيز فرتشكل. يسلموا ايديك يا جار، بس اللي صار اني لما وصلت على كندا وشفت الحريه اللي موجوده هون، ما هان علي يخلي الببغاء محبوس بالقفص وانا عم بتمتع بالحريه، بقى بدي منك تطيره، لانه ما بيعرف الانسان معنى الحريه الا لحتى يعيشها. الله عليك الله عليك يا سيد جهاد، شو رومانسي. او طير الببغاء قال، يعني وعلى فرض طيرته، ايه رح يوصل لعندك لكندا؟ طبعا لا. اصبح خلاص اسمع مني وخليه مطبوب احسن بكره ما يدعي عليك. بعدين مفكر انه هالمسكين رح يلحق يتمتع بالحريه؟ عليم الله، اول ما رح طيره رح تلاقي 100 حجر وبارودة خردق بانتظاره. انت هيك رأيك؟ وبظن انه هيك رأيه كمان. يعني انا سيد جهاد، سامعني حبيبي، عم قول انا مع اني انسان بتمنى يحطوني بقفص واقدر لاقي لقمتي فيه، احسن ما يفلتوني ببلاد الله الواسعة واركض ورا اللقمة وملحقها. طيب سيد راسي اعمل اللي بتلاقيه مناسب، بتوصينا بشي جار؟ ابدا حبيبي ابدا، الله يوفقك ويرزقك من خزائن الملانة، والمثل بيقول لك مطرح ما بترزق انزق. الله معك حبيبي، الله معك سيد جهاد، يسلم لي الصوت، مع السلامة يا حبيبي. يا عفاف تعال لك بسرعة. ايه يلا جاي. وينك؟ قبل كل شيء جيبي قفص الببغاء لهون، هذا صار ملكنا. شلون هيك؟ بعدين قديش قلتي لي اخوكي بده يدفع اجار البيت بالكيكية؟ 5000 ليرة. طيب شو رايك اذا دبرت له انا بيت هون عنا بالبنايه وبنفس السعر كمان؟ هلا
هلا خليتني اترك اللي بايدي واجي لعندك عشان تتمسخر علي. هلا انا عم بتمسخر؟ والله عم بحكي جد. هلا اتصل فيي سيد جهاد من كندا وقال لي مو راجع قبل سنه سنتين. شو يعني؟ يعني شو عليه اذا اجرنا البيت لاخوكي؟ اخطي خليه يقعد له فيه سنتين ثلاثه بنوبنا ثوابه وبعدين الله بيدبره، وهيك منكون ضربنا ببغاء وعصفورين بحجر واحد. منه منوفر على اخوكي ومنسكنه ببيت جاهز بحياته ما كان يحلم فيه، ومنه نحن منستفيد بقرشين الزراف اجونا على بارد المستريح. بعدين حبيبتي ان شاء الله صدقتي انه جارنا جهاد عن جد رح يرجع بعد سنه سنتين. ليش مو هو هيك قال؟ صحيح ما بقلك لا، بس هلا هو هيك عم يقول لانه ما صار له زمان وصلان لهنيك، والحنيه للبلد لساتها معشعشه جوات قلبه. بس بكره لما ببلش يسحب بالدولار ويحسب فرق العمله وقتها رح يطمع وبصير بده يقعد فتره اطول. يعني قولتك ما بيزعل؟ ليكو الثانيه وليش لحتى يزعل؟ يعني فوق ما عم يسكنه بالبيت ناس اوادم حتى يديروا بالهم عليه؟ اصلا هو ما رح يدرى، ولا تنسي انه الرجال موصيني بعظمه لسانه بالبيت. لكان رح اتصل باخي وبشره وخليه يحدد موعد العرس. ايه الله يذكرك بالخير يا استاذ جهاد، كان عندك بيت وسياره ووظيفه حكوميه، ورغم هالشي ما عجبك وسافرت، بس ليكني أنا هلا الحمد لله عايش أحلى عيشة من ورا يلي تركته أنت هون. فعلا الإنسان بتجي رزقته يلي الله كاتب له إياها وين ما كان يكون. هاي 10,000 أجار السيارة و5,000 أجار البيت، نعمة كريم. حاجتي بقى شغل على التاكسي كل يوم لوش الصبح، وحتى الوظيفة ما عاد إلها طعمة، وعم فكر استقيل منها واقعد بالبيت واتفرغ واكتب مذكراتي.